اتش ار مختلف جدا. داخل نادي من اكبر الانديه في افريقيا، او هو اكبر نادي في افريقيا. شعور يعني كنت في البدايه داخل يعني مثال يعني مقتنع ان انا لعيب كويس وكل حاجه، بس النادي اللعيبه حسيتني ان انا معاهم عادي، ان انا اخوات اخوهم، ما فيش خوف خالص الحمد لله. يعني كان في كلام ان اللعيبه الكبيره بتبقى واخده جنب من اللعيبه الصغيره وكده، لكن اللعيبه الكبيره كلها محتويه اللعيبه الصغيره، ما فيش فرق خالص بقى بين كبير وصغير. دخلوني في المود بسرعه، شعور جميل جدا طبعا، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن يعني ان شاء الله. اول حد يعني صدمته، اول لاعب يعني قابلته في الفرقه كان سعد وحمدي. بس كان موقف يعني حمد كان كنت انا كنت بكلم لما كنت مع تريزيجيه في الاوضه في المنتخب، كان سعد دايما بيكلم تريزيجيه، فتريزيجيه بيقول له مين اللي معاك في الاوضه بتاع له محمد محمود، فكان في واحد مدلك اسمه محمد محمود في المنتخب، فبقول له ايه ده المدلك، فمطلع على عايز يطلع عليا اسمه مدلك يعني. بس يعني فهو اول واحد قابلته يعني سعد. التقسيمه والاجواء يعني هو التقسيمه كانت شغلي عالي جدا، مختلف خالص عن وادي دجله. الاجواء طبعا كويسه جدا، مدرب جديد بفكر جديد، ان شاء الله يعني نقدم معاه مستويات كويسه، وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا يعني مش انا بس. يعني مفاوضات مع الاهلي، المفاوضات ابتدت من بعد ماتش الاهلي لما كنا بنلعبهم في الدوري وخسرنا 1-0. بعد الماتش دوت كابتن محمد يوسف اتكلم مع نادر، واتكلم مع في الجهاز عندنا في الجهاز وادي دجله، هنركز معاه ولاعيب كويس خليه يشد حلو الفتره اللي جايه، واحنا علينا عليه كلنا يعني. دور انا في الموقف يعني انا ما اكيد كنت مبسوط طبعا، مفيش حد يعني بالنادي الاهلي بيتكلم عليه او بيحط عينه عليه ما بيبقاش مبسوط، اكيد كنت مبسوط وركزت اكتر واشتغلت على نفسي اكتر، والحمد لله ربنا كرمني وبقيت في النادي الاهلي الحمد لله. العروض اللي كانت من بره كان جالي عروض فعلا، كان جالي هوفنهايم، ده كان عرض رسمي، وكان فرقه في سويسرا، وكان جالي يعني كان كلام بقى اياكس كان مهتمين وبتاع، وكان في ناس جم قعدوا معايا وكلاء، بس انا قلت لهم يعني ان انا وكيلي نادر. جم اتكلموا معايا، كان في ماتش ودي كده كنا بنلعب نجوم المستقبل، فجم وقفوا معايا فاتكلموا معايا قالوا لي احنا كنا باعتين الناس ليك خلاص، بس كنت ساعتها خلاص مضيت في النادي الاهلي. قعدوا يتكلموا معايا وكده، بس يعني اللي هو شايف يعني فكره الاحتراف دلوقتي يعني انا مش حاببها دلوقتي. ان شاء الله اقدم كل ما عندي في النادي الاهلي وهيجي لي احسن ان شاء الله يعني. النادي الاهلي بيعلي اسم اللاعب، تقل السي في بتاعي، العب افريقيا ان شاء الله، بطولات السي في بتاعي يتقل ان شاء الله، يجي لي عرض احسن، وبعدين لسه صغير جدا يعني الحمد لله. سن صغير هيساعد في خطوه الاهلي، والله انا بص انا ما ببصش للسن خالص يعني. يعني رمضان مثلا في المنتخب كان هو اللي مساعدنا افريقيا، كان عنده 19 بتهيألي، فما السن ملوش علاقه خالص يعني باللعيب، يعني اللعيب عنده اراده وعنده عزيمه هيعمل كل اللي هو عايزه. المنتخبات هتساعدني في الفرقه ولا لا؟ اكيد هتساعدني طبعا، بتكتسب خبرات وبتكتسب اللي هو يعني حسيت ان انت مثلا بتلعب مع اول ناس، دي بتفرق يعني. مثلا ايه، انا رايح المنتخب مثلا اول ناس اول مره العب معاهم، مجمعين يعني لعيبه من هنا ومن هنا ومن هنا، فده بيديك اللي هو ايه يعني حاجه تطمئنينه، ان انت لو رحت فرقه جديده عادي هتاقلم بسرعه. التاقلم ده بيبقى حاجه يعني في ساعات كتير لعيبه كتير ما بتعرفش تتاقلم بسرعه، بس روح المنتخبات كتير ده خلى الواحد بيعرف كمان يتعامل ازاي، يتعامل مع اللعيبه الكبيره ازاي، يتعامل مع ناس اول مره يتعامل معاها، اكيد ساعد الواحد طبعا. المنتخبات ساعدتني جدا بصراحه. استقبال ميسي في الاسرت، هو عموما هو ما كان الاستقبال كان للفرقه كلها، لان هو كان اول تدريب ليه، فما كانش ليا انا مخصوص يعني، كان للفرقه كلها ما كانش ليا انا بس. لا هو قدمه للفرقه كلها بقى مش انا بس، ما هو كان اول تمرين ليه بقى يعني مش انا بس، لا كانت الفرقه كلها. لا طموحات، انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي، انا يعني ان شاء الله الملعب هو اللي يتكلم يعني ان شاء الله، انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي خالص يعني ان شاء الله. بس مش هقول حظوظ يعني، هو النادي الاهلي ان شاء الله، او مش النادي يعني، احنا ان شاء الله ناويين الدوري ان شاء الله
هنتعب فيها على قد ما نقدر، وان شاء الله هنرجع للمكانه كويسه كويسه تليق بالاهلي. افريقيا ان شاء الله السنه دي بقى ان شاء الله ما فيش يعني ما فيش نقاش فيها، يعني ان شاء الله هتبقى في التتش يعني ان شاء الله. الصفقات الجديده يعني هو من نفسها هتبقى شريفه طبعا، يعني اللعبه كلها محترمه جدا والله بجد، مش عشان يعني بتكلم في الصحافه وكده، لكن اقسم بالله بجد اللعبه محترمه جدا، كله بيخاف على بعضه. ماشي، التمرين بيبقى حماسي وكده، بس ده طبيعي يعني، ده تمرين وكله عايز يطلع اللي عنده عشان يثبت نفسه، لكن بجد اللعبه كلها بتخاف على بعض، اللي يلعب يلعب، اللي ما يلعبش ما بيتمنى الخير لزميله، ما فيش فرق بيننا. ازاي بدات الكوره؟ يعني انا ابتديت زي كل لاعب، ابتديت في الشارع طبعا، خالي وابن عمي كده شافوني اتكلموا مع والدي، لازم نودي نادي، لازم. رحت اكاديميه اسمها اكاديميه السعوديه، اتمرنت فيها شهرين، المدرب طبعا ما ترددش ان انا يوديني نادي. رحت وادي دجله، من اول تمرينه كان في مدرب اسمه كابتن عاشور، من اول تمرينه ليا الحمد لله يعني مضيت في دجله، قعدت فيهم 8 سنين لحد دلوقتي، والحمد لله مضيت في النادي الاهلي الحمد لله. والله هو مستر تاكس تأثر فيا جدا بصراحه، اضاف ليا كتير جدا كتير جدا، يعني انا السنه اللي فاتت ما كانش حد يعرفني، الراجل جه تعب معايا، تعب مش معانا بس تعب مع الفرقه، مدرب كويس عنده فكر جديد، شخصيه كمان بره الملعب وبره الكوره مش طبيعي، يعني بشكره يعني اللي هو عمله معانا مع الفرقه، خلى مصر كلها تتكلم على وادي دجله، خلى مصر كلها تتكلم عن محمد محمود، وان شاء الله مستر لاسارت كمان يضيف لي انا كمان يعني ان شاء الله. لا اول ما اللي مش هنساه يعني الموقف اللي مش هنساه في الكوره هو الماتش الاخير ليا مع وادي دجله، لما طلعت كان لقيت حب كبير جدا قوي من اللعيبه، اللعيبه كلها كانت متضايقين جدا ان انا اخر ماتش ليا معاهم، ومتضايقين جدا ان انا اخر يوم هبقى معاهم. بص انا مش هحلف بالله عشان بس انا رحت كان نادر معايا، ورحت هو بيقول لي انت هتمضي على كذا، قلت له هات القلم ورحت ماضي، عارف واثق في نفسي، واثق في نادر، واثق في النادي الاهلي، ما اشترطتش حاجه ولا بصيت في الفلوس وحياه ربنا، يعني هلبس رقم كام دي عادي، هو الرقم مش هيفرق يعني. الكابتن ابو تريكه ما كانش 22، ده ما كانش حد بيلبسه يعني، 22 دلوقتي بقى كل لاعب بيستنى يلبس 22، انا ما اخترتش والله، بس الناس كلها عماله تقول ان انا اخترت 10 و14 وكده، بس انا ما اخترتش. المركز بتاعي انا بحب العب 8 عادي، ممكن العب مهاجم عادي، ممكن العب رقم 6 عادي، عادي جدا يعني الحمد لله في اي حاجه اي مركز. مين اللي اتمنى اكون جنبه؟ هو كابتن ابو تريكه طبعا طبعا يعني، وكابتن حسام غالي كمان يا ريت يعني. والله مثلا الاعلى هو كان كابتن محمد ابو تريكه، وعالميا محمد صلاح ليفربول. والله اوقات فراغي يعني مليش اوقات فراغ كتير، بس عادي يعني ممكن اريح في البيت، اتفرج على التلفزيون عادي يعني، ممكن اعمل حاجه، اروح مثلا حاجه كده يعني بعملها على طول يعني، حاجه ممكن اطلع بقى اركب مركب واروح اصطاد عادي جدا، حاجات كتير يعني. رساله لجمهور الاهلي، اولا احنا يعني هتكلم بصفه الفرقه كلها، مش هتكلم بصفتي انا بس، عارفين ان انتوا مش واخدين ان النادي الاهلي يبقى في المكانه دي، لكن ان شاء الله نوعدكم، نوعد كل محب النادي الاهلي، الاهلي يرجع لمكانته الطبيعيه، الاهلي اكيد ان شاء الله هيبقى رقم واحد زي ما هو رقم واحد، بس ان شاء الله يعني يا ريت تصبروا علينا. عارف ان انتوا صابرين يعني لحد دلوقتي، بس ان شاء الله اللي جاي احسن، وما تقلقوش، وافريقيا ان شاء الله هتبقى في الاهلي ان شاء الله يعني.